الدول الصغيرة أمامهم فرصة تاريخية. على مرمى المستقلين الحلول تتوقف، والحراك السياسي يدفع باتجاه حل الخلافات بعد بلوغ ذروتها. من الآمال ومعاناة الملايين، وعود حكومية وخيبة أمل شعبية بسبب مماطلة مشروع داري. حياكم الله مشاهدينا، وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، حيث 7 أشهر من عمر الخلافات التي ما زالت تشهدها الساحة السياسية، التي هي اليوم في أوج تحدياتها من حيث الانسداد السياسي الذي حل بالمشهد، ليتجه الخيار الأخير صوب ملعب النواب المستقلين الجدد، وبانتظار أن يكون هناك موقف تنصهر عنده الخلافات في ظل تحديات كبيرة دفعت بمختلف القوى والأطراف السياسية إلى الوقوف عند نقطة البداية. لكن هذه المرة بات الأمر ينتظر ما سيبديه 43 نائب من المستقلين لكسر حالة الجمود السياسي وتخطي مرحلة عصيبة من الصراعات السياسية. وفي الجانب الآخر مشاهدينا، تمثل مشكلة السكن معاناة يواجهها ملايين العراقيين الذين يفتقدون إلى منازل يمتلكونها، مما يضطر الكثيرين منهم إلى استئجار بيوت بأسعار مرتفعة في المدينة أو اللجوء إلى السكن العشوائي في مناطق شعبية على تخوم المدن أو في أحيائها القديمة المتهالكة أصلا. ولم تفلح الوعود في وضع حد لمعاناة هؤلاء رغم تفاقمها. فما مشروع الداري الذي أطلقته الحكومة قبل أكثر من سنة واحدة؟ ما هو إلا واحد من تلك المشاريع التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة، وهو ما يعتبره الكثيرون أكاذيب موسمية تترافق مع الإنجازات الصورية والتي لم تثمر ولن تثمر عن حلول تذكر. إذن مشاهدينا، في حصادنا لهذه الليلة نناقش كل هذه الملفات مع ضيوفنا الكرام، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، وسط توقعات باستمرار الخلافات السياسية التي خيمت على المشهد دون حلول تذكر، فإن الكرة اليوم في ملعب المستقلين من النواب الجدد، إلا أن الخلافات والانقسامات تتسع دائرتها حتى شملت ساحة هؤلاء النواب المستقلين، بعد أن كان يعول عليهم في رسم خارطة المرحلة المقبلة من أجل الخروج من أزمة الانسداد السياسي. تقرير نهى الشمري. توقعات باستمرار الخلافات الحالية التي تخيم على المشهد السياسي إلى عام أو أكثر ما لم يؤت بحل يعالج هذه الأزمة الراهنة، في حين ألقيت الكرة في ملعب النواب المستقلين باقتراح مرشح لرئاسة الوزراء شريطة خضوعه لدعم الكتلة الأكبر وفق مبادرة الإطار الشيعي الأخيرة، لكن المستقلين أيضاً لم يحسموا أمرهم إلى الآن. النواب المستقلين والكتل الصغيرة أمامهم فرصة تاريخية، لأن يكون لهم دور في اتخاذ القرار السياسي وصناعته في حال إذا ما رغبوا بالمشاركة في تشكيل الحكومة القادمة، أو أن يكون لهم دور في حل الأزمة السياسية بأن يدخلوا بأحد الاتجاهين لغرض تشكيل حكومة، وبعد ذلك يمارسون عملهم النيابي كأعضاء داخل مجلس النواب. فبعد مرور أشهر والحال على ما هو عليه، اليوم أصبح المستقلون هم من تدار عليهم قطب الرحى بعد طرح مبادرة الإطار الشيعي الذي ينتظر رد المستقلين حين سلمهم حرية تسمية شخصية رئيس الوزراء القادم، إذ حدثت الانقسامات بينهم لطرح بعض العروض من الكتل الأخرى بغية انضمامهم إلى صفها. من الصعب جدا أن يتفق المستقلون وهم
لديهم أهداف وبرامج سياسية مختلفة أحدهم عن الآخر، أن يتفقوا خلال مدة قصيرة يعني لا تتجاوز أسبوعين، وأن يسموا كتلة سياسية وناطق باسم الكتلة السياسية ورئيس كتلة سياسية وثم تسمية رئيس وزراء. إذا كانت الكتل السياسية التي لها باع طويل في العملية السياسية لم تستطع أن تتفق على مثل هذا الأمر، هل يستطيع مستقلون مشتتون من مختلف المناطق والتوجهات السياسية أن يتفقوا خلال فترة 15 يوم ليشكلوا حكومة؟ هذا أمر يعني أقرب إلى الخيال. فموج المستقلين يتلاطم بين مد وجزر بعدما وضعوا أمام مسؤولية كبيرة بين اختيار المغريات السياسية من أطراف أخرى أرادت أن تتلقفهم، أو بين تحمل مسؤولية الشعب بإعادة استئناف إكمال تشكيل الحكومة المرتقبة بعدما حلوا محل الوسيط بين الكتل المختلفة. 43 نائبا يواجهون تحديا حقيقيا وجاد برسم خارطة المرحلة المقبلة، والصراع الحالي المحتدم الذي تشهده العملية السياسية ربما لاحت نهايته أو الانفراجة بعيدة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا في حصادنا لهذه الليلة، وبداية نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو السياسي المستقل الدكتور فتاح الشيخ. أهلا بك دكتور، ضيفا كريما. أهلا وسهلا بك. والترحيب أيضا برئيس مركز ألوان للحوار الدكتور حيدر البرزنشي، ينضم لنا مباشرة بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا، حياك الله. حياك الله. نبدأ معك دكتور فتاح، انقضت 40 يوم التي منحها السيد الصدر لقوى الإطار من أجل تشكيل الحكومة، هل هذا يعني أن الإطار يعني لم يتمكن، ولماذا لم يتمكن من تشكيل الحكومة واستثمار هذه الفرصة التي منحها له السيد الصدر، أم أن هذا الموضوع كان متوقع ولم يكن السيد الصدر ينوي منح هذه الفرصة كفرصة حقيقية لقوى الإطار؟ شكرا جزيلا، تحية لك ولفضائيتكم المقرجة هنا العزيز، وللضيوف الأعزاء دكتور حيدر ولمن سيلتحق بنا. اليوم الكل بدأ يعرف، أو ربما الشارع العراقي والآخر بدأ يشاطر الكتل السياسية برامجها، لأنه أصبحت هذه البرامج، أو حتى ليس البرامج إنما أدائهم معاربهم، خلينا نكون واقعين. لا. المواطن بدأ هو الآخر يحلل ويصل إلى نتائج، ربما تكون هذه النتائج قريبة إلى الواقع. فكل قالوا بالحرف الواحد، يعني لا أقول كل الشعب العراقي، على الأقل اللي إحنا نلتقيهم وفي الرأي العام في الميديا، أنه هذه المدة ولن تكون جدية في مسألة تشكيل الحكومة، باعتبار أنه التيار يعلم علم اليقين أن الإطار لم يتمكن من إجراء الحوارات مع حلفائه اللي هو التحالف الكردستاني والحلبوسي. مسعود البرزاني والحلبوسي. نعم. فهنا بالنتيجة انتهت الفترة ودخلنا في فترة أخرى، ألا وهي مهلة المستقلين، ها هي من 15. هم أنا أقول لك من خلال فضائياتكم الموقرة أنه ولن يفلح المستقلون في تشكيل الحكومة، إنما هذا وقت هو الآخر بدأ يؤشر أنه العملية السياسية في انسداد، ولا يمكن أن تتشكل الحكومة في مثل هذا الظرف، باعتبار أن الأزمة أزمة أرقام. طيب ليش هذه المهلة اللي يمنحها سيد الصدر لمختلف القوى السياسية المختلف معها من أجل تشكيل حكومة إذا لم تكن تثمر عن أي نتائج؟ قد تكون هذه رسالة لجمهوره، لأنه أوعد جمهوره أنه سيشكل حكومة إصلاحية وسيمضي، وبالنتيجة هذه المناورة السياسية يحتاجها السيد الصدر كما يحتاجها السيد المالكي، يعني الإطار يحتاجها من جهة وتحتاجها التيار من جهة أخرى. تلاحظ أنه هذه الأيام بدأت هي الأخرى لبعض الكتل السياسية تتوافد على مناطق انتخاباتها، أي هذا مؤشر يدل على أنه لا يمكن أن نمضي بتشكيل حكومة، بل ربما سيدعون إلى حكومة، عفوا، انتخابات أبكر. ولهذا شاهدنا بعض الطيور بدأت تغادر مجلس النواب
وتذهب في زيارات مكوكية إلى مناطق سكنها، أي ما معنى دعاية انتخابية ميدانية، بدأ العضو أو النائب يذهب إلى منطقة ويزور ويلتقي بجمهوره، فبالنتيجة التيار والإطار والأكراد والسنة اليوم أصبحوا أمام حقيقة لا يمكن مغادرتها. خلنا نتكلم بصريح العبارة، يقولون أنه في مثل هذا الظروف لا يمكن تشكيل حكومة وسيأخذنا الوقت. طبعا من 10/10 لليوم، هاي راح ندخل، احنا دخلنا الشهر السادس، لا يمكن أن تكون انتخابات مبكرة في تشكيل حكومة متأخرة. احنا مكل أوعدنا الناس على أن هذا القانون، لكن دكتور هذا الموضوع مو بحاجة يمكن إلى قضايا دستورية وترتيبات دستورية ومحكمة اتحادية تفصل بهذه الأمور، نفصل بها بعدين. لكن أرحب بك مرة أخرى دكتور حيدر، برأيك يعني ماذا لو لم يفلح المستقلون من النواب الجدد كما توقع دكتور فتاح بحل هذه الأزمة؟ ما هي الخيارات المتاحة بعد ذلك؟ هل فعلا نتوقع أن المستقلون لن يفلحوا باستثمار هذه الفرصة كما حدث مع قوى الإطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك الكريم ولأخي الأستاذ الدكتور فتاح حبيبي، شكرا ولمتابعي قناتكم الموقرة. أنا أعتقد به الصراحة يعني مفاتيح الحل لا تكمن في جهة سياسية محددة. ما طرحه الإطار هو حلول واقعية ميدانية استراتيجية مستقبلية، وإن شئت أفصل لك حتى لا يكون قضية فقط مديح يعني لجهة دون أخرى. تفضل. هو لم يعطي مهلة، بل قال علينا الالتزام بالمهن الدستورية وبما حددته السقوف القانونية حتى لا يتم التجاوز على الدستور باعتبار أنه التوقيتات الدستورية التوقيفية، وقال قبل شهر طبعا أنه ممكن أن يكون مستقل لكنه من الكتلة الأكبر. إذن الإطار ما زال يبحث في، والنقطة الأهم دعا البيت الكردي إلى التوحد ومجيء ب يعني شخصية واحدة كي تنتخب لرئاسة الجمهورية. إذن هو يبحث عن اللملمة حتى في دعوته إلى الأخوة في التيار، قال يا أخواني تعالوا فلنكن كتلة واحدة كبرى فلنختلف. طبعا الاختلاف موجود حتى في البيت الكردي، حتى في البيت السني، فلنكن كتلة واحدة كبرى كما كان الكتلة السنية أنتجت لنا رئيس برلمان وهو الأخ محمد الحلبوسي، والأكراد كذلك ينتجون لنا رئيس جمهورية، فمن حقنا حتى لا نبتعد عن النظرية يعني أنا سميتها السياسة الرومانسية ونكون في السياسة الواقعية. إذن هناك حلول واقعية، وحتى قال تفضلوا يا أخوة يا مستقلون أمامكم فرصة حتى تنتخبوا رئيس وزراء منكم ولكن يكون منبثق من بودقة الكتلة الأكبر حتى تتحمل مسؤولية. إذن هناك حلول واقعية. أنا رأيت في مبادرة سماحة سيد مقتدى الصدر نوع من الفرض من التعالي حتى على المستقلين، هذه الدعوة. إذن أين ذهب رئيس الوزراء القح؟ أين ذهب الترشيحات الأخرى؟ أقول على المنتظمين السياسيين جميعا عليهم أن يعرفوا أن مستقبل البلد من هو المهتم بهذا الأمر. شفت حضرتك الإطار شلون تحرك بتحركات متعددة وبأبواب وطرق أبواب متعددة، مو خوفا ولا ضعفا لكن رغبة بفك هذه الشفرات التي تدخلت بها قوة إقليمية باعتراف داخل الاعتراف. طبعا هذا الاعتراف جاء من بعض المنتظمين السياسيين داخل إنقاذ وطن، وهذا كان واضح أنه الإمارات دعمتنا، تركيا دعمتنا. رغم هذا احنا مو ضد تحالف، لا، فليتحالف من يشاء، لكن على أن يكون تحالفا عراقيا صحيحا صريحا غير مؤدلج وغير منتج خارج الحدود. هذا الاعتراض هنا. طيب. ومن يقول لنا فلنأتي إلى نرجع إلى الوطن ولا المنتظم السياسي خصوصا الأخ الأكبر، نقول لا إشكال في ذلك، تفضلوا أهلا ومرحبا. طيب. لكن دكتور أذر المقاطعة، قوى الإطار لم ترغب أصلا باستثمار هذه الفرصة حتى إن كان بإمكانها استثمارها وتشكيل حكومة. اليوم الكرة بملعب المستقلين وتوقعات مؤكدة بأن المستقلين لا يقدرون يشكلون حكومة بنظرا لعددهم القليل. نعم. هل هناك إرادة فعلا لتأخير قضية هذه الحكومة والإبقاء عليها، أم هناك مخاوف من الذهاب نحو حكومة طوارئ لتمشية الفترة المقبلة؟ حكومة الطوارئ لن ولن تكون، تلك أمانيهم. هسه هاي الحكومة تتمنى
الكاظمي يتمنى تكون حكومة طوارئ؟ ما أعتقد ذلك، مو من مصلحته ولا من مصلحة، يعني مو من مصلحة أي منتظم سياسي. نعم أكو منتظم سياسي محدد اثنين ثلاثة مستفيدين من بقاء هذه الحكومة، لأنها اليوم أكو دعوة رفعت من الأخ مصطفى سند والأخ باسم خشان للخروقات اللي قامت بها هذه الحكومة أثناء باعتبارها تصريف أعمال. أنا أقول أنه المستقلين فعلا الأخوة المستقلين لا يستطيعون أن يشكلوا حكومة بمفردهم، لكنهم يستطيعون أن يكونوا كفة ميزان مترجحية، يعني ينضمون مع الإطار وضد التيار، مو هكذا، لأن الأمور لا تمضي. أنا أتحدث بواقعية سياسية. أنا أقول قضية هذا إنقاذ وطن لو أنقاذ وطن، أنت تبني الوطن على أنقاذ. اليوم الاجتماع اللي حدث في أربيل فقط شخصيتين شيعية وأربع شخصيات سنية وأربع شخصيات وخمسة كردية، هو هكذا يعني أقلية أغلبية تمثلها أقلية؟ أقول مو هذا المنطق. لماذا نضيع حقوق المكون؟ مو معيب، أنا ما أتحدث بطائفية، أتحدث بواقعية سياسية، وأريد أن تصل إلى الأخوة إخواني. هذا السقف الذي تتحدثون به الطموح السياسي مشروع، لكن هل الوضع السياسي يتقبل؟ هل الواقع الأمني يتقبل؟ هل واقع البلاد يتقبل أن نذهب باتجاه الأغلبية السياسية في هذا التوقيت؟ رغم أنكم ما محصلين أغلبية، رغم أنكم توافقتم وتلاصقتم في مصلحة سياسية أن تجتمونا نفس رئيس البرلمان السابق. طيب. إذن وين الأغلبية السياسية اللي تريدون؟ وين تتحقق؟ طيب أرد لكم دكتور فكر، لماذا السيد الصدر والتيار الصدري متمسك بهذا المشروع الذي قد يوجد خلافات مع بقية القوى؟ لماذا لا يأتي قليلا مع مبادرة الإطار وقواء المتمسكة حتى هذه اللحظة بإيجاد كتلة أكبر تجمع كل القوى الشيعية؟ بكل اعتزاز وليس تهربا من السؤال، بس كان المفروض في أي سؤال يعني يوجه إلى شخصية صدرية، كان المفروض نائب من الكتلة الصدرية بيناتنا حتى تقدر يجاوب جواب رسمي. ما حصلنا للأسف، لكن هذا تساؤل كل الجمهور، ربما أجابك تحليل سياسي وليس أمثل وجهة نظر الكتلة، لا من الإطار ولا من التيار، إنما بصفتي كسياسيا. أنت تعرف جيدا أنه ما تفضل به الدكتور حيدر موضوع كلمة المكونات، الآن في مفهوم مقتدى الصدر ربما يقول لك أنا مغادرة، لأنه موضوع الكتلة الأكبر أو الكتلة، يعني أكو مفردات أدنى مضت في العملية السياسية، أوديت بحياة العملية السياسية في العراق بما فيها موضوع الطوائف، ورفع هذا الشعار، وإن كان من في مبدئية الشعار أنه قد يكون شكليا على الأقل الأول والخطوة الأولى كما يراها السيد مقتدى الصدر. نعم. يقول لك الخطوة الأولى نبدأها بأغلبية وطنية، ثم فيما بعد نقدر نسيطر على القرار ونقدر نحجم حركة الطائف الشيعي والطائف السني والقومتشي الكردي، وبالنتيجة نظهر في أجندة وطنية تقود البلد. اليوم ما أتصور أكو مشكلة مشخصنة ما بين التيار والإطار بقدر ما هو برنامج ليس إلا. شوف كلمة التعالي مقتدى الصدر دائما يسمعها من الأخوة في الإطار، لا والإطار كذلك هم ينظرون على أنه معقولة إحنا نروح للحنانة؟ يا سيد الكريم العراق يحتاج مراحل. اي العراق يحتاج الى التنازل، العراق يحتاج كما ذكرنا الان اليوم في سؤالك للدكتور حيدر انه لا مصلحة الكاظمي. يا سيد حيدر ترى للكاظمي ولا غير الكاظمي يشخص المصلحة بالعراق، احنا بلد مرهون بالامم المتحدة، عمليتنا السياسية جاء بها عبر مجتمع دولي، من يشخص المصلحة والحكومة الطوارئ وهذه الحكومة تشخص الأمم المتحدة وفق البند السابع، وإحنا دائما داخلين في هذه الأزمة. بالعكس إحنا ذاهبين إلى التدويل وإحنا ذاهبين إلى حكومة الطوارئ، خلي في بالك والبعض يقصر الجفية. ترجح الذهاب إلى حكومة مو أرجح الوضع، الطريق المسدود، الطريق المسدود هو الذي سيدعونا إلى ذهاب إلى حكومة. وأنا أكدت لك بعض الأعضاء بدأوا من الآن يتحركون يسوون دعاية انتخابية، أي ما معنى يمنون أنفسهم بعلى الأقل انتخابات قادمة بعد سنة وحتى إذا شكلت. شوف حتى أكون منصف بتحليلي، حتى إذا شكلت حكومة التيار نقول عليها القح ما راح تطول أكثر من سنة. للتاريخ خلي يسمعوني الحاجة بصراء والحاجة هذه وكل الأخوة. أنت ترجح حكومة طوارئ أو إبقاء على حكومة تصريف الأعمال، لكن إذا تمكنت قوة أو جهة سياسية معينة من تشكيل حكومة ترجح أي كفة، كفة صدرية أو إطارية؟
لا انا يعني برايي انه السياسي المستقل اللاعب الاساسي الجيد الان اللي وقفت عليه العمليه السياسيه الذي ممكن ان يكون مفتاح هذا الانسداد يجب ان يلعبها جيده، يكون ذكي. وانا اتوقع انه الاخوه بحسب معرفتي بهم الأربعين الموجودين المستقلين لا يوجد ذلك، ان يبادر مبادره جيده وياخذ مبادره الاستقلاليه ويذهب. طبعا بالمناسبه ويجب ان يكون عمله علنيا مو مطابخ وختله وخلف الكواليس حتى قبل هذه الانتخابات المبكره التي ستاتي لاحقا يحرج الكل، يجي يذهب الى السيد مقتدى الصدر يقول له سيد مقتدى انت دعيت المستقلين وانا محضر حيدر البازنجي مستقل، شنو رايك؟ هذا ايمن. وتروح للمالك تقول له انت دعيت المستقلين، يحرجهم اثنينهم، يعطيهم يقول له اعطيني ايدك وادعمني، وانت المالك اعطيني ايدك وادعمني، راح شو يشكل هذا المستقل؟ يصير بودقه للكتله الاكبر. يجمع المستقل، لكن المستقل ايضا اكو مستقل واكو مستقل مستقل. اذا اكو عرض اكمل لك على شرط، على شرط هذا المستقل يطلب علنا من السيد مقتدى الصدر ان لا يتدخل بشغله كما يطلب من المالكي ان لا يتدخل بشغله. اها هنا أنا شنو شكل الحكومه اذا كانت تجي حكومه مستقلين؟ افضل من حكومه مستقله راح تكون مستقله وحكومه مستقله مجيره. على الاقل خلينا نفهمها هيك، حكومة الشارع العراقي ليس حكومة الانتخابات. حتى لو يجيبون هسه شخص استاذ جامعي رئيس جامعة موظف وكيل من خارج تحت قبة البرلمان، افهمني هذا اللي اقصده، يجيبون رجل مستقل من خارج قبة البرلمان، ذول الأربعين الان هم مو ما عندهم اهليه انه يشكلوا حكومة، لكن المبادرات اوكلت اليهم من الاطار والتيار، يلا يا مستقلون شكلوا. اذا هم اتفقوا المالكي والصدر اتفق على ان تكون الحكومه القادمه مستقله، ليس بالضروره ان تكون صدر يقح. لكن اكو شكوك بهذا الموضوع مدى استقلاليتها. انا هذه الشكوك انا بدي اطلع هذه الشكوك طيب. الراي العام. طيب دكتور حيدر برايك يعني تقدر الكتل الكبيره اطار تيار وغيرهم تقديم ضمانات للنواب المستقلين بعد رمي الكره بملعبهم؟ الأخو للأمانة يعني الإطار طرح فكرة المستقلين قبل الأخوة في التيار قبل شهر أكثر. لا. ويعني هناك مسميات وأسماء يعني هذه معلومة يعني في داخل الإطار طرحت على أنه فلان، لكن يبقى التوافق يعني التوافق أقصد على الاسم ما بين الإطار والتيار باعتبار أنه رئيس الوزراء يجب أن ينبثق من بودقة الكتلة الأكبر. نعم. لكن أنا أسأل هنا تساؤل طبعا استفهامي أو استنكاري عفوا وهو لماذا لا نطلب من رئيس البرلمان أن يكون مستقل أو مثلا رئيس جمهورية مستقل حتى نأتي ونزهد بمنصب رئيس الوزراء الشيعي ونقول عليه أن يكون رئيس وزراء مستقل؟ ما أدري هذا المفاهيم هجينة أنا أعتقد أنه على العمل السياسي، يعني دائما التركيز يكون على منصب رئيس الوزراء دون ما يأخذ بنظر الاعتبار نفس العملية التي أطاحت بالسيد عادل عبد المهدي. بقي الشخصين وذهب الشخص الأساسي وجاء بشخص آخر وصلنا إلى هذه المرحلة. بالتالي أنا مع المبادرات التي تفضي إلى الحل، وصدقني أنا أقول لجنابك الكريم وعلى اطلاع ودراية هناك مرونة عالية وكبيرة من الإطار الشيعي في حلحلة الأوضاع، ليس هو المعطل كما يروج في الإعلام وكما يروج البعض حتى ينظر أو يظهر بصورة غير الصورة الواقعية التي هو عليها. بالرغم من كلام الدكتور لكن الانسداد السياسي حتى الآن قائم، هناك يعني سد وهناك من يقوي هذا السد بالمقابل مقابل هذا الانسداد الكبير. نعم. ما تتفق مع دكتور فتاح أننا ذاهبون نحو حكومة طوارئ؟ مو فقط دكتور فتاح هناك الكثير من المراقبين والمحللين يرجحون الذهاب إلى حكومة طوارئ أو استمرار حكومة تصريف الأعمال إلى حين الذهاب إلى انتخابات مبكرة. لا أكو سيناريو آخر أنا بصراحة مع احترامي وجهة نظر أخوي الدكتور فتاح لا. لكن لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه حيثيات كثيرة سواء كانت دستورية ومنها إقليمية وحتى دولية، إذا القارئ الجيوسياسي اليوم يختلف عن ما كان في الأمس، هناك متغيرات سريعة ولحظية في الإقليم وفي أقصد الإقليم محيط الإقليمي العراق وفي العالم.
هذه لها انبعاثات قدر المقاطعة دكتور، لكن التوقيتات الدستورية ونقاط دستورية الكثير منها تم تجاوزها خصوصا بهذه المرحلة. أخي الكريم، العراق ليست التجربة الأولى. من يقرأ التاريخ السياسي الحديث أو المعاصر سوف يجد أن هناك كثير من الدول التي ذهبت باتجاه إعادة انتخابات 4 مرات. أنا ما أريد أذكر هذه الدولة اللقيطة التي أو الكيان اللقيط، عفوا كيان لقيط 4 مرات عاد انتخاباته. بالنتيجة أكو نموذج أوروبي وحتى شرقي، أكو نماذج صارت بها مشاكل ورغم أنها مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا. العراق فيه ديمقراطية ناشئة. نعم 17 سنة 18 سنة غير كافية مع هذه المخاضات العسيرة، لكن المشكلة عندنا في الحقيقة في هذه الحكومة بالذات أو في هذه الحقبة الزمنية السياسية بالذات. لا. هو مدار الأول هو مقدمات العملية الانتخابية التي كانت مزورة، فمخرجاتها ماذا كانت؟ مخرجاتها كانت صعبة يسيرة، وهذا ما قلنا عنه. والتدخل الخارجي الواضح الصريح كان للإمارات وتركيا، واللي صرح به أطراف من إنقاذ وطن وقالوا أن يوم الإمارات هي قالت بعد لا أتدخل في الواقع السياسي العراقي للمتغيرات الإقليمية التي تحدثنا عنها. بالنتيجة على المنتظم السياسي الذي استفاد من هذا التزوير سيدري ما يدري عليه أن يمضي باتجاه الحلحلة. أنا أعتقد أن العناد السياسي، وهذا ما موجود طبعا، والإصرار السياسي، وأنا أقول لك أيضا على نحو المعلومة، اسمعها أخوي الدكتور فتح، هناك نوع من الحركة السياسية والتفكيك لهذه الأزمة بشكل كبير بعيدا عن الإعلام. يعني طيب هذا ما ننتظره، وشكرا جزيلا لكم رئيس مركز الأول للحوار دكتور حيدر البرازنجي، كنت ضيفا كريما. حياك وشكرا حياك لكم السياسي المستقل دكتور فتاح الشيخ، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك. إذا مشاهدينا إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أزمة السكن بين الآمال ومعاناة الملايين، وعود حكومية وخيبة أمل شعبية بسبب مماطلات مشروع داري. مشاهدينا أهلا بكم. ويرى خبراء اقتصاديون أن الحكومة العراقية لا تمتلك الإمكانات الفنية والتصميمية والأهم الإرادة الحقيقية لإنجاح مشروع داري الذي كان هناك حديث عنه في السنة الماضية، مؤكدين أن المشروع ضعيفة لا تستطيع بناء تلك المدن. أما قطع الأراضي التي تم توزيعها فهي غير مخدومة ولا تنجح للسكن فيها أو البناء عليها، فالعجز الحكومي ظهر بشكل واضح في هذا الجانب. إذا مشاهدينا بلفنا الثاني نناقش هذا الموضوع بعد متابعة هذا التقرير. مشروع داري، مشروع أطلقته الحكومة العراقية قبل أكثر من سنة لتوزيع الأراضي على المواطنين، وبعد مد وجزر أصيب المواطنون بخيبة أمل بسبب عدم حصولهم على قطعة أرض بهذا المشروع الذي أعلنته الحكومة. فرب الأسرة المكونة من 4 أشخاص فأكثر كان يأمل بالحصول على قطعة أرض لبناء دار ضمن المبادرة، وقد قدم الكثير من المواطنين على المشروع، إلا أن عددا كبيرا منهم أصيبوا بالإحباط من جراء الأرقام التي أعلنتها الحكومة عن أعداد الذين حصلوا على قطع أراض، والبالغ عددهم 38,000 مواطن من مجموع أكثر من 3 ملايين قدموا على المشروع، وقد تم تخصيص 550,000 قطعة لم تفرز لحد الآن. وزارة الإسكان هي الأخرى تنصلت من الاتفاق بتخصيص خدمات للمشروع بحسب مواطنين، فما زالت الأراضي التي وزعتها الحكومة متروكة، إذ إن ملاكها الجدد يرفضون وضع طابوقة واحدة في المشروع بسبب أنها أراض بعيدة عن مراكز المدن أو عدم وجود خدمات قريبة منها، ويبدو أن مشروع داري هو الآخر بدأ يسير في خانة النسيان.
فأزمة السكن في العراق بدأت تتفاقم دون وجود حلول لها، وكان البعض يعول على مشروع داري، إلا أنها كانت مجرد وسيلة لتحسين صورتها أمام الرأي العام العراقي. أما الحديث عن القروض التي تصاحب قطع الأراضي فهي تبخرت ولم تطبق على أرض الواقع. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف وأزمة سكن. نرحب سوية بضيفنا الكريم في الاستوديو الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني. أهلا بك دكتور ضيفا كريما. شكرا جزيلا، تحياتي لكم ومشاهديكم الكرام. حياك الله. بالنسبة لأزمة السكن وخصوصا وتحديدا مشروع داري، من البداية قيل أنه مجرد كلام، والكثير من المواطنين ما ملوا بياناتهم عبر الموقع والرابط المذكور، لكن رأيك ليش ما تحقق هذا المشروع اللي أعلنت الحكومة عنه وأنه سوف يساهم بحل جزء كبير من هذه الأزمة؟ شكرا جزيلا مرة أخرى. فيما يخص مشروع داري، يعني بصراحة اليوم الأول كنت ضد هذا المشروع حقيقة لأسباب التالية. أولا الأراضي اللي كان عندهم رغبة لتوزيعها هي طبعا خارج المدن، يعني بالأطراف، ولا فعلا طبعا بالمناسبة أيضا هي لحد الآن ما مخصصة أرض، وغير وين خصصت أرض غير مفرزة، فإذا إذا هي غير مفرزة وغير مخصصة إذا وين هي الأرض؟ يعني كل ما هنالك ورق، كل ما هنالك تلهية للمواطن، وقدموا وما قدموا تقريبا حدود 3 مليون اللي جاب تقريركم، وقد احتمال أكثر من هذا الرقم. العدد الحقيقي اللي هو كان 300,000 على أساس قطعة أرض، أو 300,000 قطعة أرض، 300,000 قطعة أرض على كل العراق بالمناسبة. بس احنا نجي ما هي الازمه، سبب الازمه السكن لحد الان اللي عندنا، منين اجتني؟ اجتني سبب الازمه، تذكر احنا لو كان مشروع داري فعلا صاير اكو مشكله كان يصير عندنا بالضبط. اذا حاضرين انتم، انا حضرت مدينه اللي كانت مدينه الثوره، وزعوها ارض وانطوها قطعه، يعني انطوا سند مباشره للمواطن 144 متر بين 4 شوارع، مساحه القطعه الواحده قلنا 144 متر، بالإضافة إلى 530 بيت في هذا الموقع اللي هو مساحته 350 متر في 500 القطاع الواحد، ويحيط 4 شوارع. تصميم رائع جدا، بس لا ترى دولة شلون انطوها؟ انطوها عشوائي للمواطن، انطوها قطعة أرض. ذاك التاريخ من اللي ينالك؟ ينالك الخلفة، ماكو مهندس، ماكو خدمات. بدأت مدينة الثورة ذاك التاريخ لكذا سنة هي ما بيها تبليط، ما بيها مجاري، ما بيها اي خدمات، وبقت عشرات، وبقت عشرات يعني بقت فتره طويله جدا لحين ما شويه شويه وصلوا. على الاقل اكو ناس فقراء حصلوا على قطعه ارض، حصل على يعني ارض ملك في الوطن اللي يفترض هو وطنه، لكن الناس اليوم اللي يوصل لك هم معلومه بما انه هو استلم سند، اظن يعني من حقه ياخذ قرض عليه. لا فالاخوان هنا اذا ما يعطيك سند البنك شلون يعطيك العفو على قرض؟ هو وين اصلا المشروع؟ يعني هو يعني سؤال اهم، يعني احنا في خضم ازمه السكن ومعاناه المواطن بشكل كبير من هذه الازمه الى درجه الياس، الحكومات منين تجيب هذه الجراه لطرح هكذا مشاريع وهميه او مشاريع خياليه؟ هي بحاجه الى بنى تحتيه بالمليارات، بحاجه الى جهود جبارة من أجل تحقيق هكذا مشاريع تعتبر وهمية أيضا. خلي أحكي لك شغلة، موضوع الوهمية هي ليس بجديد على الحكومة، يعني من حكومة الكاظم ما قبله وما قبله وما قبله، من غاية من 2003 لغاية اليوم هي كثير من الوعود اللي احنا، ودليل هو ما احنا ما رحنا، يعني كنا بالعراق وقاعد نشوف بعيننا ولبسناها، اللي هو الكهرباء، الصحة، التعليم، الكذا، يعني هاي الأزمات بأكملها هي مرت علينا لا تزال هي مستمرة، يعني ما جت وليدة اليوم. اما مبادره دوله رئيس الوزراء الكاظمي ايضا ما ظهرت لي، كون
لعدة أسباب، منها قد يكون يعني معارضين، قد يكون هو حكومة مثل ما قالوا حكومة تصريف أعمال، قد يكون يعني الكثير من الأمور اللي مثل ما يقول أخرت هذا المشروع، وأيضا هو غير مجزي بالمناسبة. هسا احنا جد محتاجين سكن بالضبط. شوف العراق ما قبل 2003 كانت أعداده بالضبط 25 مليون إلى 23 مليون نسمة. اليوم احنا ايش قلت؟ اليوم 41 مليون نسمة. ال 41 مليون نسمة كل ما ينمو البشر سنويا يفتروا ايش تنمو وياه؟ ينمو وياه السكن وتنمو وياه الكهرباء وتنمو وياه كل الخدمات وينمو البشر سنويا. سنويا تمشي لازم وياه. التعليم والصحة والكهرباء والماء والخدمات بأكملها وأيضا المدن الحديثة سنويا. احنا تعرف سنويا ايش قد نزيد؟ اللي دخلوا عام 19 للمدرسة يعني عمرهم 6 سنوات دول ولدوا قبل 6 سنوات 1,350,000 طالب، يعني معناتها عدة زيادة سنوياً أكثر من 1,300,000. هذا أكو أطفال ما يطبون للمدارس حسنا عندها حتى يطبوا للمدرسة، يعني معناتها الولادات اللي عندنا تقريباً من بلشت 2019 ما قبل هذو 6 سنوات يعني معناته بيات سنة بالألفين وزيت شيل ستة من 2019 2013 اللي ولد بالألفين وثلاثة معناته بالحدود 1,500,000 يعني معناته اللي ولد بال 17 أكثر بعد شوية وهذه الأعداد بحاجة إلى مستمر. أيضا ينضم لنا مباشرة بالصوت والصورة عبر سكايب نائب محافظ واسطة السيد رشيد البديري. أهلا بكم سيد رشيد ضيفا كريما. وبالنسبة للمشاريع الحكومية تعتقد أنها قابلة للتنفيذ لا سيما المشاريع السكانية ومشروع داري مثال على هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدين قناة الأيام. حياك الله. حقيقة يعني محافظة واسط من المحافظات اللي يعني تقدمت كثيرا لتوزيع قطع الأراضي السكنية للمواطنين في ضمن التصاميم الأساسية للمدن، ويعني إذا ما يقرب من 30,000 وحدة سكنية في مدينة في مدينة الكوت اللي هي مركز القرار الخاص. نعم دكتور ناصر، يسألك عن طريق استثمار أو عن طريق شنو أو من ضمنها مشروع داري من ضمن هذه القطع الأراضي اللي تم توزيعها؟ يعني احنا عادة هو بالعراق تتوزع منح قطع أراضي للموظفين يعني ضمن الشرائح اللي معروفة ب يعني تعليمات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات. هذا استثماري. احنا هنا لا بس لحظة، احنا قاعد نوزع أراضي للموظفين وفق توزيع الأراضي اللي هي أراضي نعطيها أرض بيضاء يعني. توزيع الأراضي. مشاريع استثمارية جانب آخر. احنا كمحافظة نوزع طبقا لاستحقاقات الموظفين وفق يعني معايير والأسبقية بالنقاط. نعم. بكل موظفين سواء بالشرطة بالموظفين المدنيين. نعم. احنا المشكلة وين صارت؟ المشكلة صارت في حينما الدولة تبنت البناء العمودي في مراكز المدن. نعم. وهذا صار قاب كبير يعني قبل قاب اللي هو 10 سنوات تقريبا أوقفوا توزيع قطع أراضي سكنية للموظفين اللي هي يعني قبل كان النظام السابق وبعدين بعد سقوط النظام ايضا استمر الى ان توقفت في فتره معينه لمده 10 سنوات، خلى هناك جاب كبير. لا الدوله تبنت البناء العمودي باعتبار انه هذه المدن راح تكون مدن حضريه والبناء العمودي هو من الابنيه الحضريه، والبناء العمودي يكون بناء اقتصادي لان الدوله تقدم خدمات اقل في حال كان هناك البناء العمودي مما هو البناء الافقي. ولكن لا الدولة تبنت البناء العمودي ولا تركت المحافظات أن توزع قطع أراضي للمواطنين، والمواطن هو يبني وبالأخير احنا نقدم خدمات وهذا المتعارف عليه. طيب حقيقة احنا في محافظة واسط بعد ما تم إلغاء عذرا سيد رشيد فقدنا الصورة، أرجو إعادة الاتصال مرة أخرى. أعود لك دكتور ناصر، شنو رأيك بالمشاريع الاستثمارية؟ هل فعلا تحل من أزمة السكن؟ شوف نجي على مواضيع السكن الاستثماري. طبعا بالمناسبة لكل موقع الأسعار، وللأسف طبعا
الدوله دي تعطي مشاريع الاسكانيه ملاش مجانا للارض للشركه للمستثمر. وايضا مش هذا المستثمر تخيل يعني بس يا ترى خاليه من الفساد بنيجي المستثمر زايد من الناس يقدر يحصل على قطعه ارض بمساحه مثلا 100 دونم 50 دونم 40 دونم والارض ببلاش والارض ببلاش واذا كان بالاقساط الاقساط على المصرف لا يا ترى هو هذا المواطن او هذا عفوا الشركه حصلت عليها مجانا ولا ايضا دفعت مصاري دفعت فلوس يعني اكيد دفعت فلوس لا تتوقعكم مشروع بدون دفع يا ترى هذا الكلام يحتاج ادله يمكن مو الكل يملكوها على كل من المؤشرات ان 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 المستثمرين اللي اخذوا هذه المشاريع هم يتبعون لجهات نافذه بالدوله بس نافذه بس ما يعطوه بالنتيجه لاشخاص اخرين لمقاولين اخرين على كل حال اذا يعني ما معناته يفترض هو المستثمر ايش ياخذ؟ ياخذ قيمه البناء ويضيف لها مش ربح نعم فتخيل يعني هسه مثلا ناخذ بوابه بغداد الارض بلاش طيب تمام ليش اليوم الشقه اللي تنباع او المتر المربع الواحد ليش ده ينباع وصلت 250 الف دولار واكثر من 250 الف دولار الشقه الواحده هذا مشروع حتى يحل ازمه سكن ازمه سكن اللي يعاني منها الفقراء لا لا عاد ليش مطين هذا المشروع خسران الدوله عليه قروض شوف هسه عندنا المشروع اللي هو تقريبا افضل مشروع صار عندنا وتقريبا صار البوابه الاولى اللي هو مشروع بسمايه لا مشروع بسمايه وزع على مساحه ارض كبيره جدا وانطوا راعوا بها لكن الارض مو بعيده جدا عن مركز العاصمه لا وبالتالي اسعار الشقق ما تتناسب مع هذا الموقع انا حس اوصل لك الفكره بالضبط خليني اوصل لك اياها 100,000 وحده سكنيه لحد الان منفذ من 100,000 وحده سكنيه بحدود 14 الى 15% من المشروع يفترض قبل ثلاث سنوات خلال ثلاث سنوات يفترض يكمل هذا المشروع التركات اللي صارت ما هي اسبابها معلومه يعني للكل انا ما اريد اذكرها شقق بسمايه السعر الحقيقي للوحده السكنيه للمتر المربع الواحد لا يزيد عن 300 دولار بس شلون انباع ب 630 دولار لا اذا يعني معناته ضاعفه الرقم بالاضافه لمضاعفه الرقم ايضا راح المن راح للقروض صارت الشقه الواحده اللي هي قيمتها خلينا نقول ال 100 متر يفترض ان تكون 300 الف دولار العفو 30,000 دولار اصبحت 150,000 دولار 150 مليون دينار عراقي طيب مشروع بهذه الضخامه وهذه الاسعار ممكن ان يساهم بحل ازمه السكن اذا كانت الحكومه اعتمدت عده مشاريع كمشروع بسمايه مو بوابه بغداد باسعار خياليه. لا هي مثل بسمايه لحد الان ماكو لحد الان ما عندنا مشروع اذا اعتمدت وصارت مشروع يحل ازمه سكن احنا نحتاج انا بصراحه صاحب هذا المشروع اللي راح احكي لك عنه تفضل انا خصص يعني بصراحه طلبوا التخصيص من 15 محافظه استثنيت بها كردستان فقط يريد لنا 1,800,000 وحده سكنيه. لا تقسم على 120,000 وحده سكنيه في كل محافظه. ال 120,000 وحده سكنيه ايضا تقسم على 10 مجامع يعني 10 مجمعات تكون في المحافظه الواحده. متكامله الخدمات ونضيف لها نضيف له هذا المشروع منطقه للصناعات الصغيره ومنطقه للزراعه. يعني معناته أن كل مجمع اللي هو 12,000 وحدة سكنية أنطي 1,000 دونم ال1,000 دونم 500 للسكن متكامل خدمات قلنا وراح نضيف له مصانع ونضيف له زراعة أيضا يعني معناته هذا القاعدين هنا راح يقدرون يشتغلون وحتى يسددون القسط اللي عليهم إذا هو ما عنده ياخذ يعني إذا كثير من بسمايه متلكين ما يقدر يدفع فلوس ما عنده شغل يعني قدم اللي قدام فاحنا بهذه الطريقه هسه تقول لي منين راح تمول هذا المشروع؟ ايش قد يحتاج له مبلغ؟ راح اقول لك المبلغ بالضبط ايش قد يحتاج له وشلون اقدر امول هذا المشروع بدون دفع الحكومه العراقيه ولا دينار بل الحكومه العراقيه البنوك العراقيه راح تستفيد من المشروع. طيب دعنا نعود مره اخرى الى السكايب مع نائب محافظ واسطة السيد رشيد البدياري اهلا بك سيد رشيد مره اخرى نعتذر عن قطع الاتصال نعود الى مشروع داري. داري شنو خصص من محافظة واسطة لهذا المشروع لحل أزمة السكن؟ طبعا مشروع داري مشروع متلكي حقيقة لأنه ما أسس على أنه هناك توفير أموال يعني ما هي القاعدة التي ستكون تعمل عليها الحكومات سواء المحلية
او الحكومه المركزيه، احنا في محافظه واسط على قرار 70 لسنه 2019 احدثنا، هو صار توجيه مركزي من بغداد، احدثوا حواصل خارج التصاميم الاساسيه للمدن باعتبار المدن اغلب المدن والتصاميم الاساسيه صح بها توسعه ولكن بها حقوق تصرفيه مثقله بالحقوق التصرفيه، والبلديات لا تستطيع ان تعوض هذه الحقوق التصرفيه يعني تحتاج الى اموال كبيره. فاحنا في محافظه واسط تقريبا المحافظه الثانيه بعد البصره استحدثت مدينه تبعد عن المركز المدينه الكوت حوالي 20 كيلو متر، مساحه 21600، تم ايضا دارت يعني مديريه عام التخطيط يعني خططت وصممت التصميم الاساسي للمدينه، ويفترض انه يكون مشروع داري هذا المخطط، لكن الى الان هو بس تصاميم، المكان الان محجوز لسميه مدينه المتنبي كما سميت السيارة في البصره، مدينه خاليه من كل الشواغل وممكن ان تكون من المدن الحضريه. وجهه نظري ان مشروع داري ليس مشروعا انيا، يعني يفترض اليوم دول العالم تطور تحضر هي تهيئ يعني تهيئ مدن سكنيه حديثه للمستقبل العشر سنوات القادمه، اما مشروع داري يعني في الوقت الحاضر لا يلبي حاجات الناس بتاتا باعتبار هي مدن حديثه الى الان هي ارض برداء لا يمكن ايصالها. اما فيما يخص سؤالك على الجانب الاستثماري، بالمناسبه الاستثمار شيء طيب، يعني قانون الاستثمار فيما يخص السكن اعطى الارض مجانا للمستثمر، يعني اليوم اي مستثمر سواء يبني بناء عمودي او افقي. طيب دكتور، اذا كانت الارض مجانا لماذا اسعار المجمعات والشقق فيها مرتفعه جدا خارج يعني طاقه ومستوى الفقير والمواطن حتى المتوسط؟ انت تعرف هو المستثمر اللي هو راس مال، يعني راس المال لازم يريد يعني يريد يربح، فالمستثمر من يجي ما يجي يعني قضيه انه هذا الفقراء الدوله هي تتبناه هذا الموضوع، اما المستثمر يبيع، لكن لازم حتى وان كان هناك ناس متمكنين بالشراء لازم ضمن الحدود، يعني انا اعطيك الارض مجانا لازم انا كدوله احاسبك على سعر المتر، يعني سعر المتر واضيف لك الخدمات. الى الان هذه القضيه ماكو تنسيق بين الدوله الحكومه وبين المستثمر، يعني المستثمر كيفي هو اللي بيبيع بكيفه، سعر يصعد، يعني شلون عرض وطلب اصبح عرض وطلب وليس استقرار لسعر محدد لسعر المتر المربع الواحد او المتر في البناء، سعر المتر في البناء او المتر المربع ايش قد يكلف للمستثمر هذا ما محسوب، يفترض ان يحسب، وانا متاكد تماما انه راح تكون هناك اسعار مستقره، وممكن المواطن اللي هو ممكن انه راتبه يساعده يدفع قسط والبنوك هي تساعد بهذا المدى. نائب محافظ واسط السيد رشيد البدياري، كنت ضيفا كريما عبر سكايب، شكرا لك سيد رشيد. دكتور، مع مشاهدينا نطلع على نتائج الاستبيان اللي اجرتها قناه الايام لبرنامج الحصاد، وبعد اطلاق مشروع داري السكني، هل ستنجح الحكومه في حل ازمه السكن في العراق بشكل عام؟ كانت الاجابات 20% نعم، 75% كلا، و5% متحفظ. وشكر جزيل لكم الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك ولحضورك في الاستوديو. والشكر الجزيل لكم مشاهدينا، الى هنا وصلنا واياكم وضيفنا الكرام الى ختام حصادنا لهذه الليله، والى اللقاء في حصاد اخر.